السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تتجدد التحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم عبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نلقاكم مرة أخرى في برنامجكم اليومي ما بين السطور، حيث المواضيع المتنوعة الخاصة لهذا اليوم. لكن قبل التعمق أكثر في صحفنا المحلية سيكون معنا الإعلام الرياضي السيد جابر الشريفي للتعليق على هذه الأخبار الواردة. يا حي الله أبو جبرة والساعة المباركة اللي نشوفك فيها. حياك الله أخوي فريد، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين. الله يسلمك. عموما لدينا الكثير، لكن نروح حق أبرز العناوين ونذهب إلى أبرز العناوين. ومع جريدة الجريدة التي عنونت مواجهة سوبر بين الكويت والقادسية، وأما الأنباء بابلو والسيد المواجهة الصعبة، السياسة الصيفي يقترب من القادسية، نبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما جاء في جريدة الجريدة. مواجهة سوبر بين الكويت والقادسية، يتطلع كل من فريقي الكويت والقادسية لكرة القدم إلى تحقيق لقب جديد لتزيين خزائنه، وذلك عندما يتواجهان عند الساعة 6:30 من مساء اليوم على استاد جابر الدولي في مباراة السوبر. ويتصدر القادسية قائمة الأكثر فوزا باللقب من بين 3 أندية نجحت في حصاده، إذ فاز الأصفر بكأس السوبر في 5 مواسم، بينما حققه الكويت في 4 مواسم، وذهب اللقب إلى العربي في مناسبتين أوليتين. ويدخل الأصفر مواجهة السوبر بصفته وصيف الدوري الممتاز، كما أنه حامل اللقب منذ الموسم الماضي حين حصد الكويت ثلاثية الموسم المنقضي، بداية من لقب الدوري الممتاز إلى جانب لقبي كأس الأمير وكأس ولي العهد. القادسية والكويت في لقاء السوبر، أستاذ جابر كيف ترى أهمية هذا اللقب يعني بالنسبة للفريقين؟ هل لها يعني أهمية، له ثقل ولا لا؟ هو أهمية معنوية أكثر من مادية و لا، هو ما في شك أخي أبو حسن، مباراة مهمة جدا، بطولة مهمة جدا بالنسبة للفريقين. الفريقين مستعدين بقوة، يمكن نادي الكويت أعتقد كان في معسكر خارجي في دبي ولعب خلال المعسكر مبارتين وديتين. أعتقد القادسية عنده 5 ألقاب البطولة هذه، الكويت عنده 4، الكويت يبي عادل الرقم، يعني الكويت يبي عادل الرقم، يبي عادل الرقم. تعرف المنافسة بين القادسية والكويت كبيرة جدا خلال السنوات الماضية. صح. أيضا أعتقد العربي عنده بطولتين، العربي بعد. أول بطولتين يقال يعني العربي، شوف العربي أمانة يعني انت رغم ابتعاد عن المنافسه خلال السنوات الاخيره، الا انت من تتكلم عن النهائيات وتجي تحصد وتتكلم في تبحث في الاحصائيات والارشيف، تلاقي العربي اسمه موجود وفارض نفسه، فنادي كبير صراحه النادي العربي. يعني العربي لا شك استاذ جابر اللي يملك جمهور نفس جمهور العربي لابد ينجح، ايش رايك انت بهالمقوله؟ طبعا ما في شك، احنا يعني العربي عنده يعني بعض المشاكل ان شاء الله يكون يحلها في اقرب وقت حتى يعود العربي. يعني انت تتكلم عن مصلحه الكره الكويتيه، عوده العربي في مصلحه الكره الكويتيه طبعًا. بصراحه ارتقى العربي ترتقي الكره، ترتقي الكره الكويتيه بجمهوره. مثل ما قلت لك اخوي ابو حسن، مباراه مهمه جدا. يعني انت لما تكون صاعد المنصه وصاعد التتويج وبطل السوبر راح يكون دفعة معنوية كبيرة لك للدوري، لأن يعني أصلا الفرق بين الفريقين 4 نقاط، الكويت عنده 16، قادسية عنده 12 في دوري فيفا. صحيح. فراح تكون دفعة معنوية كبيرة للفريق الفائز. أنا فزت عليك طبعا. إيه؟ طبعا لو نجي حق الغيابات في صفوف الفريقين،
شوف هو يعني الغاتسي اعتقد عندهم اصابه حق بدر مطوع ورضا هاني واعتقد ضاري سعيد، الا انه يعني في 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 اخبار اليوم طلعت ان احتمال في احتمال رضا هاني يشارك وبدر مطوع ايضا يشارك. كنت عارف ان ايه اللاعبين هذول مهمين جدا، يعني بدر من دوره الخليج، من دوره الخليج وضاري سعيد ايضا عنده اصابه من دوره الخليج، لكن نسبه مشاركته الى الان لم تتاكد، ولكن في يعني اخبار ان مشاركه بدر مطوع ورضا هاني مؤكده. الكويت في المقابل عنده كالديرون الكولومبي المهاجم، عنده عمرو ميداني ايضا متعور، طلال فاضل قائب بشكل يعني مؤكد جدا ما راح يقدر يشارك اليوم. يعني مو بس لا لا حتى الكويت، حتى الكويت بس انه مشاركه ايضا مشاركه كالديرون او عمرو ميداني احتمال راح يشاركون في مباراه اليوم، ولكن يعني حتى كالديرون اخر مباراه في المعسكر الخارجي اللي قام الفريق في دبي لم يشارك اللاعب. نعم عموما احنا يعني استاذ جابر والمشاهدين نتمنى حظ موفق للجميع، نبي نشوف كره كويتيه متطوره حماسيه فيها النديه، ونشوف ان شاء الله يعني تكون سهره ومتعه كرويه ان شاء الله. ودعوه للجماهير يعني الاجواء حلوه الحين، الجماهير يجون الجو بعد ما اليوم خميس والمدارس اجهزت اليوم والجو لندني مثل ما يقولون، فان شاء الله ومن غير تذاكر بعد يعني الدخول مجاني. نعم معلومه، نشكر مخرجنا عادل الموسوي. عموما نذهب الى اخبارنا المحليه ونتحول الى جريده الانباء، وقد جاء فيها بابلو والسيد مواجهه صعبه. عقد ظهر امس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه كاس السوبر التي ستقام اليوم بين الكويت وحامل اللقب القادسيه، وذلك بمقر اتحاد الكره في البدايه. قال مدرب الأبيض السوري حسام السيد أنه من الجيد أن يبدأ الفريق الكويتاوي الموسم بالحصول على أول الألقاب، وهو ما سيساهم في رفع الحالة المعنوية للاعبين في باقي البطولات. وأضاف أن الأصفر خصم قوي ومنافس حقيقي على الألقاب. من جهته أكد مدرب الأصفر الأسباني بابلو فرانكو أن وجوده مع القادسية هو للقتال على كل الألقاب الممكنة، لأنه نادي كبير ويمتلك الآلاف من المشجعين، وهو ما يضعنا تحت المسؤولية للمنافسة على البطولات. ولفت إلى أن المواجهة أمام الكويت ستكون صعبة بالتأكيد كونه فريقا كبيرا ويمتلك لاعبين مميزين. كيف تجد تصريح كل من المدربين؟ يعني واضح ما شاء الله عليهم اثنينهم يعني كل واحد يشحذ همم الفريق. ابو حسن يعني خلينا نكون واقعيين، اوراق الفريقين بالنسبه حق المدربين مكشوفه، مكشوفه ماكو شيء، ولكن يعني حتى دائما نقول يعني في أسوأ ظروف الكويت يجاري الغاتسيه، وفي أسوأ ظروف الغاتسيه يجاري الكويت، مباراه الفريقين ما تخضع لاي مقاييس. المدربين اكدوا على صعوبه المباراه، الاثنين اكد والاثنين محترمين بعض، يعني مدرب القادسيه قال لنا فريق الكويت فريق متطور وفريق كبير جدا ومنافس صعب وراح نحاول ان نخطف الفوز من عنده، واحنا هدفنا الفوز باللقب. وايضا نفس الكلام قال حسام السيد مدرب السوري فريق نادي الكويت، قال نفس الكلام ان المباراه صعبه جدا والكويت خصم او القادسيه خصم عنيد، ولكن انا اتطلع كمدرب في هذا الموسم لأول أحصد أول لقب لي مع فريق نادي الكويت هالسنة. نعم. عن طريق بطولة السوبر، يعني مباراة بصراحة أعتقد المدربين تصاريح عقلانية تصاريح عقلانية، أعتقد أنه حتى يمكن في شيء تطرق له المدرب السوري حسام السيد، أنه قال أن الفترة الماضية أنا اشتغلت على لاعبين المنتخب الوطني، يعني احاول ان انسيهم. هذا يجرنا الى هذا السؤال الثاني، ان استاذ جابر انت ما تتوقع ان الخروج يعني خالي الوفاض من البطوله الخليجيه ستؤثر على لاعبي الفريقين اللي بالمنتخب كانوا؟ شوف هو طبيعيا اللاعب يعني بشر بيتاثر بالاخير، صحيح اي، ولكن انت تتكلم على اعتقد يعني فريقين كبار ايضا في العناصر اللي موجوده من الفريقين ولديهم من الخبره ما لديهم خبره الاجهزه الفنيه والاداريه في الفريقين متمكنه واعيين لهذه النقطه، وبالتالي انا اعتقد ما راح تاثر بشكل كبير. يمكن اول 10 دقائق في المباراه، بعد العشر دقائق راح تكتشف ان المباراه عاديه والفريقين الفريقين خذوا وضعهم طبعا. اذا ني على الورق
منو أعلى كعبا اليوم؟ والله شوف ما أنا قلت لك في بداية كلامي يعني أنت عندك متساوي. لا ما تقول الكويت نوعا أنا قلت لك مباريات غاتشي والكويت ما تخضع لأي مقاييس. صحيح صحيح إحنا 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 ما في أحد إحنا ما قاعد نقول شنو الواقع، لكن أنا مثلا إذا بي أحط مقارنة على آخر مباراة للفريقين تعادلوا الفريقين أقوياء على مستوى عالي بصراحة، يعني كمل حتى محترفين القادسية أمانة يعني محترفين هالسنة قاعد يحاولون إن يقدمون شيء، مع أن القادسية كان يعاني من نقص وقتها صح؟ أعتقد كان في عنده بعض النقص، ولكن يعني الكويت أعتقد هم أيضا قدم مباراة مميزة جدا صراحة، خصوصا في الشوط الثاني في مباراتهم في دوري فيفا، وأعتقد يعني أشوف أن الحظوظ متساوية للفريقين. عموما من خلالك وخلال برنامجنا ما بين السطور نوجه يعني دعوة للجماهير الكويتية أن يا جماعة هذه مباراة الموسم ولها طوفكم، نتمنى وجودكم وكلها، وأيضا هي على استاد جابر. نعم وفري ما في تشارجز بلاش، فلا طوفكم. عموما نذهب إلى صحيفة السياسة. الصيفي يقترب من القادسية، دخل القادسية بقوة في سباق الحصول على خدمات عدي الصيفي، حيث بات الأقرب للحصول على توقيع النجم الأردني الذي انتهت علاقته بالسالمية عقب فسخ عقده من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته، وتلقي الصيفي أكثر من عرض خلال الفترة الماضية من أندية محلية أبرزها الكويت والعربي وكاظمة، إلى جانب القادسية وكذلك من قطر والإمارات، إلا أن رغبة اللاعب في الاستمرار بالكويت دفعته لرفض العروض الخارجية، وتبدو حظوظ القادسية الأكثر ارتفاعاً لحسم الصفقة خلال الساعة المقبلة في ظل جدية العرض الذي قدمه والذي يمتد إلى 6 أشهر، لا سيما مع وصول المفاوضات بين الطرفين لمراحل متقدمة. أستاذ جابر أمانة، عدي الصيفي من المحترفين اللي اليوم نقدر نقول بعد حقبة فراس الخطيب وتهامي أول وجبريل وهذه المجموعة والغندور وهذيلي، يعني نقدر نقول نصنف إذا نبي نصنف المحترفين بالجيل هذا، أنا أقول عدي من أبرزهم. هل تأيد هذا الرأي؟ ما في شك، عدي لاعب بارز برز بشكل لافت في الدوري الكويتي خصوصا مع نادي السالمية. هو كان لاعب، هو اعتقد ان بداية دخول عدي في الدوري الكويتي كانت في 2009 اعتقد صحيح. 2009 او 2010 انا ماني ذاكر بالضبط، يعني بهالمحال خلال السنتين هذه، فكان عن طريق نادي السالمية واستمر في نفس، يعني صار لاعب كنا كويتي صحيح، صار خبرة في اللاعبين مروا عليه كذا جيل، ف ولاعب ما شاء الله عليه محافظ على لياقته، محافظ على محافظ على 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 مجهوده وسرعته طبعا، ومهتم بنفسه بشكل كبير. وبالتالي انا اعتقد عدي حاليا حتى يعني العروض اللي جت من برا، ما اعتقد ان عدي بيطلع من الكويت. عدي يعني هو انه استانس وترى على فكره من سكان رميثيه هو طلع كان في لقاء تلفزيوني وقال انا مرتاح في الكويت وما احب اني اطلع، حتى اعتقد انه يعني اتجه لبعض الامور الخاصه، التجاره خاصه هني في الكويت، والله يوافقه ان شاء الله. عموما هو اعتقد انه يعني في عنده مشكله مع السالمية. لا هو في يعني في امور في السالمية اللي هو عدم دفع اعتقد الرواتب او شيء ما انتهت، وهذه على اثرها عدي الدباغ استطاع ان يتعاقد مع مهاجم السالمية، تعاقدوا مع القادسية. اي اللي حاصل شنو شوف الان اللاعب عنده اكثر من عرض، ولكن الاقرب القادسية. انا اعتقد من وجهة نظري ان الطرفين تم الاتفاق بينهم، ولكن الاعلان عن الصفقه يمكن نادي القادسية اجلها الى ما بعد مباراه السوبر لانه ما تاثر على المحترفين اللي عنده، لانه هو عنده 5 محترفين صحيح، بالتالي راح تاثر على راح الكل راح يفكر منو اللي بيطلع من التشكيل. انا اعتقد كذي بالعكس، لا تفكير سليم ومنطقي بصراحه انك ولا عدي صراحه مكسب لاي فريق بامانه. منو الفريق المنافس تتوقع حق؟ لا في يعني في الكويت العربي، يعني في العربي يعني في كاظمة ما راح الكويت. لا في شوف معروفة. انت الان لا الكويت، انت الان الكويت في عنده استقرار، عنده استقرار صح مكتفي، ولا يعني ولا في اخبار من إدارة نادي الكويت طلعت ان عندهم توجه لتغيير المحترفين في فترة الانتقالات الشتوية.
فيحافظ على استقرار الفريق. ولكن الفرق مو هني، الفرق ابو حسن، الفرق ان نادي كاظمه ونادي العربي الفريقين صرحوا انهم بيغيرون المحترفين في فتره الانتقالات الشتويه. صحيح. وبالتالي قد يكون ان النادي العربي المفروض ان احد هال، وبالتالي قد يكون النادي العربي ونادي كاظمه ممكن هما الطرف اللي دخل مع القادسيه على عوده الصيف، يمكن واحد فيهم يدش، ممكن حتى الكويت بعد مباراه السوبر، والكويت دائما يعني دائما الكويت يفاجئ. صحيح. ممكن حتى الكويت اللاعب الى الان لاعب، احنا متفقين بحسن ان اللاعب مكسب لاي لا فريق. مكسب صراحه، يعني ما شاء الله مهاراته وكنتروله ولياقته البدنيه حتى المستوى الذهني وخبره في الدوري الكويتي، يعني يا سلام عليك، يعرف الدفاعات هالنادي هذا شلون، هالنادي هذا شلون. بصراحه احنا يعني هذا جزء من نجاح فراس، ليش نجح؟ لانه طول وايد وعرف المكان من وين الضعف في كل نادي والقوه، لذلك يعني اتمنى لك كل التوفيق. طبعا استاذ جابر احنا نشكرك، طبعا احنا في ختام جولتنا المحليه، لكن قبل لا اروح فاصل نحب يعني نشكرك انك اثريت الجماهير، وايضا نحب نوجه دعوه للجماهير استاذ جابر اذا تحب تقول لهم شيء بخصوص مباراه اليوم. والله احنا ما راح نزيد على الكلام اللي قلناه، احنا نوجه الدعوه حق الجماهير الرياضيه الحضور اليوم الساعه 6:30 مباراه في استاد جابر، الامور شبه منظمه من اتحاد الكره، الدخول مجاني، الاجواء جدا جميله، يوم ويك اند، فكل كل المؤشرات يعني تخلي الجماهير تجي تستمتع في المباراه، الفريقين كبار، نتمنى نشوف مباراه جميله نستمتع فيها ان شاء الله. وشاكر يعني لك على الاستضافه. الله يسلمك يا استاذ جابر، انت اخونا وزميلنا وحبيبنا، لكن نشكرك ونحب ايضا نشد على ايادي الجمهور، لا تطوفكم، ترى اجواء حلوه جميله بارده، يعني حلو تروح وياك الكوفي وتقعد بالاستاذ جابر وتشوف المباراه وتستمتع بين الكويت والقادسيه. مشاهدينا الكرام، جولتنا المحليه انتهت، نذهب لفاصل، بعد ذلك عناوين ابرز الصحف العربيه. ونبدأ مع الراية القطرية، السد يفتتح المونديال بمباراة غريبة وعجيبة. أما الرياضية السعودية ضربة موجعة، الإصابة تحرم الفرج من العالمية. وذهابا إلى الخليج الإماراتية، الفرسان يضغط على الملك. أولى صحفنا العربية ستكون الراية القطرية، وقد جاء فيها السد يفتتح المونديال بمباراة غريبة وعجيبة بصعوبة كبيرة وبعد وقت إضافي. نجح السد في اجتياز فريق هينيغن سبورت بطل أوقيانوسيا وهزمه بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس باستاذ جاسم بن حمد بنادي السد في افتتاح كأس العالم للأندية، وسجل الثلاثية السداوية بغداد ونجاح وعبد الكريم حسن وبيدرو في الدقائق 26 والدقيقة 114 دقيقة، وسجل روبيني هدف فريق هينيغن سبورت في الدقيقة 46. بهذا الانتصار الصعب تأهل السد للقاء مونتري المكسيكي في الدور الثاني السبت المقبل. صحيفتنا الثانية ستكون الرياضية السعودية، وقد عنونت الآتي: ضربة موجعة، الإصابة تحرم الفرج من العالمية. تلقى الهلاليون ضربة موجعة قبل 72 ساعة من المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام الترجي التونسي في بطولة كأس العالم للأندية في 2019، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية تعرض سلمان الفرج لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ، وذلك بعد مشاركته في نهائي كأس خليجي 24 في الدوحة أمام المنتخب البحريني الذي خسره الأخضر بهدف دون مقابل، وقرر رازفان الاستعانة بخدمات اللاعب نواف العابد المستبعد سابقا من قائمة 23 الرسمية والتي سوف تشارك في البطولة العالمية بدلا من سلمان الفرج، حيث تنص لائحة البطولة استبدال اللاعبين
في القائمة المعتمدة قبل 24 ساعة. صحفنا العربية الثالثة ستكون الخليج الإماراتية، وقد جاء فيها الفرسان يضغط على الملك. وصل شباب الأهلي الزحف نحو صدارة الترتيب بفوزه على ضيف الوحدة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على أرض استاد راشد في دبي في ختام الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، ورفع الفرسان رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق عن المتصدر الشرقاوي إلى نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد العنابي عند 10 نقاط. سجل عيد خميس عيد وأحمد عبدالله جميل وليناردو دا سيلفا وأحمد خليل أهداف الفرسان. صحفنا المحلية والعربية لهذا اليوم انتهت فاصل، وبعد ذلك نذهب إلى الصحف العالمية وصحف الأكشن وأبرز العناوين. ونبدأ من الجارديان البافاري يكتب تاريخا جديدا. والليكب نيمار يلاحق البرغوث والدون. ذهابا إلى توتو سبورت رقم تاريخي لأتلانتا في الشامبيونز ليج. أهلا بكم من جديد. تنطلق جولتنا العالمية من صحيفة غارديان البافاري يكتب تاريخا جديدا. حقق بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا في بطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ضيف توتنهام 3-1 في ختام منافسات دوري المجموعات، وأصبح الفريق البافاري المتأهل الوحيد لدور 16 بتحقيق العلامة الكاملة، إذ فاز بكافة مبارياته بدوري المجموعات ليحصد 18 نقطة. وبحسب ما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات فأن بايرن بات أفضل متأهل كمتصدر لمجموعته على مدار تاريخ الشامبيونز ليج. كما أفادت شبكة سكواكا للإحصائيات نجاح البافاري في أن يصبح أول فريق ألماني على مدار التاريخ يحقق العلامة الكاملة بدور المجموعات. أشادت صحيفة ليكب بالبرازيلي نيمار يلاحق البرغوث والدون. سجل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان هدفا وصنع آخر أمام غالاتاسراي في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فأن نيمار سجل وصنع في مباراة واحدة للمرة التاسعة منذ بداية مسيرته بدوري الأبطال في سبتمبر من عام 2013، ويتفوق على نيمار خلال هذه المدة كل من كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس 11 مرة واللاينول ميسي نجم برشلونة 10 مرات. أما شبكة سكواكا فقد أشارت إلى أن نيمار سجل بقميص سان جيرمان للمباراة الثالثة على التوالي لأول مرة هذا الموسم. ونذهب إلى صحيفة توتو سبورت وقد عنونت الآتي: رقم تاريخي لأتلانتا في الشامبيونز ليج. نجح أتلانتا في خطف بطاقة التأهل لدورة 16 من دوري أبطال أوروبا عقب فوزه التاريخي خارج ميدانه على شاختار الأوكراني بنتيجة 3-0
في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، وتمكن أتلانتا من التأهل كثاني المجموعة الثالثة خلف المتصدر مانشستر سيتي بعدما جمع 7 نقاط من فوزين وتعادل. وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات أن أتلانتا أصبح أول فريق ينجح في التأهل لدور إقصائي من دوري الأبطال بعد خسارته لأول 3 جولات بدور المجموعات. طبعا ليس تقليلا من دور المجموعات، ولكن المجموعة لم تكن بالصعبة مجموعة مانشستر سيتي وأتلانتا، لذلك يعني حصلت الفرصة وهذا من حسن حظ أتلانتا. عموما مشاهدين الكرام، أتمنى لكم اليوم سوبر جميل في يعني استاد جابر بين الكويت والقادسية، وأتمنى يعني شهرة كروية ممتعة. نترككم في رعاية الله وحفظه حتى نلقاكم في حلقة جديدة. في أمان الله.